ولادي تتواصلوا مع اللي تتقول اختي في الفيسبوك. انا ما فهمت والو، انا ما عارف والو، تنقلب على ولادي، انا ما خليت ما درت ديكلاريت، ما خليت ما درت، في الاخر سقط لهم الخبر راه كاينين عندها. انا قلت ما كاين حتى مشكله عمتهم هذيك. شويه تغوتت لي اختي من الكازا، قالت لي قلب سميتو تشوف اش كاتبين عليك ولادك وسلوى، راه تشوفوا اختي شحال ديال الميساجات صيفطات، واش تتقول كل شيء عندي في التليفون وتشوفوا اي حاجه. تتقول لهم انا ماشي باباهم، بابا حمزه شي خضار، بابا الاخر ما عرفت شكون، بابا لينا ما عرفت شكون، وبايعين شي خمسه الاولاد ولا سته هكا فرق ديال الاولاد اللي بايعين. وهادي راه تجاره زوينه مربحه، ولكن علاش ما بعتش ولادي هادو بثلاثه؟ ملي بعت خمسه ولا اربعه كنت نكمل بهادو. هادشي خاصها تعاقب عليه، هاد اللغه خاصها تعاقب عليها. هادشي اللي تدير فيه راه ما كاينش، راه ما كاينش باش تخرج على ولادي، وهي فاسده وما صالحاش، اقسم بالله فاسده، وتتبيع وتشري في داكشي. قالت لهم نطمعكم غنديكم للسعوديه، غنديكم للسعوديه. دابا خصنا كيفاش نديرو، ناخذوا حاله المدنيه وناخذوا هادي باش نديكم للسعوديه. راه ولادي تيقراو، ايه كيفاش اديهم للسعوديه؟ ما عندهمش باهم، ولات بغات تطلب بهم الجمعيات، هادي يا هادي. ما فهمتش هادشي السيده فين بغا توصل. واش ما عندهمش باهم؟ واش ما عندكمش امهم؟ واش انا شكيت على شي واحد؟ علاش هادشي كله كدير معاك؟ هذا كله حق ديال الصغر، كله حق ديال الصغر. ما كنت مزيرهم شويه، راه كل شيء تعرفني، راه اللي تعرفني غادي يقول رشيد راه كاينه فعلا. انا مزيرهم، ولكن هي خارجه رجلات الشوارع اكثر من القياس، وما تنتفاهمش معها حتى في شي حاجه من دون خواتاتي. هذاك الشيء ديال الصغر بحال تكون فيها شي فيروس كبر فيها. شوف دابا وليت في عمري 60 سنه وهي 58 سنه، وشوف اش دارت. واخا تكون بصح كاع ما خصهاش ديرو كان خوا اي واحد في العالمين، كاين خويا خويا خويا. انا ما تنكذب ما والو، والله شاهد عليا، انا تنبغي الحق. هاد السيده تعدات، تعدات بزاف، خرجت على ولادي ولا تقول لهم كذا كذا. دابا انا سمعت هي مريضه بكورونا، وراجلها تا هو مصاب بكورونا، وولدي قال لك ما بقاش تيشم. توقع لولدي شي حاجه ما غنرحمهاش، شي توقع لولادي شي حاجه وما ولادي بجوج عندها سايبه وما توقع لهم شي حاجه، اقسم بالله راه الله تيشوف فيا، والله ما نرحمها. باش ما بغات، انا كبات دارت 60 سنه في عمري، اش غادي نعيش؟ انا عايش على قبل ولادي، من دون ولادي ما عندي حتى شي حاجه في هذه الدنيا. انا على قبل ولادي تنتقاتل، على قبل ولادي تنعيش. وهاد الحومه يشهدوا لكم على ولادي، قال لك انا درت ليهم وفعلت ليهم وطرت ليهم. هالحومه كاملين اللي بغى يسول يسول اي واحد دم الحرج ولا اي دار يدق فيها، يقول لهم واش راه كاين شي اب يسد على ولادو اربع شهور ويصلى على ولادو؟ انا راسي ما تنصلعوش، عاد نصلى على ولادي؟ انا مع طلع على راسي، انا ما عمري ما صلعت. راه اللي قالوا عمرو شافني صلى يجد في العليا، عمري كله نوض انا نصلى على ولادي ونسد عليهم ربع شهور. كيفاش هذا ربع شهور؟ ما يقرا وما ما كاينه مدرسه، ما كاين والو، ما كاين حتى شي حاجه. ربع شهور كون قالتها شهرين بعدا تنقص، نقولوا راه ولا شهر ولا كذا، نقولوا الامور صابطه. ربع شهور كاين شي ابي يتعدى على ولادو غير يومين ها نهار؟ راه ما يمكنش، راه اللي صيفط ولدو البيت الاخر تيبقى فيه الحال. ها هو ولدو كاع طلع لي دار شي زبال وداك الشيء، صيفطو البيت الاخر تطلع الفيديو شي غوتي ها فلان اجي ولدي ريح ريح صافي الله يسامح. هادي شنو واش بغات عندي؟ اش وصلت لولادي هاد الحرا هاد الشيء؟ مشيت عند الدار شكون اكتشفتي؟ 2011 مشيت لعندها في 2011. المهم انا داتني امي ما بغيتش نمشي نشوفها، تصور من 84 حتى 2011 وانا حيت عارف شنو هو. المهم بلي مشيت لعندهم، المعامله اللي شت بلا ما نهضروا، بلا ما نهضروا على المعامله، انا سكت ما قلت والو. ولادها فرحوا بيا بصيفتي كخالهم، فرحوا بيا، ولكن لا هي لا راجلها، حيت راجلها وقع بيني وبينه نزاع قبل ما يتزوج باختي، قبل ما يتزوج باختي
وقع بينو بينو نزاع، وهاد النزاع وقع شرا مع صداع خويا، حيت تدوز من قدام الدار وتبقى يشوف الشراجم، هو جاي من رباط الكازا والاخرى سيداته من الشرجم، سيداته من الشرجم، ولا السيد غادي جاي دوا مع خويا، قال لي تاشك من الاول وراه تدوز على الدار حدا على الشراجم، هو جاي لابس واحد الطروج ديال الوستر، انا باقي السيفه بين عينيا اللي ولا راجل اختي ديال الوستر تقريبا كاع ولاد الرباط يعرفوا تلبس هذاك الزيف ذاك الوقت في لي زاني 80 يا 82، دير شابو ديال الوستر وبوتيو ديال الوستر وجاكيطا بحال كلانديستود، هكا انا قلت لهم ديجا تماما تقول كلانديستود غادي جا ويسب خويا، انا جيت باغي نفهم علاش طططط سب خويا، قلت لخويا مالو معاك، قال لي اخويا راه تيجي الشرجم راه ما عرفناش شكون اللي تيحدى عندنا في الشرجم، بدا يجي سب خويا، انا قلت لي علاش تتسب داكشي، وي بيقصع مال هضره، وانا شويه قاصح راه كلشي تعرفني قاصح، ما رحمتوش بهذا المعنى ما رحمتوش، دازت واحد المده تتمشي عندي واختي امي، قلت لها امي شكون، قالت لي راه غادي تزوج بخدك، انا شت قلت شت فيه، قلت له شوف نسى داك الشيء اللي فات بيناتنا، دابا الامور تبدلات صافي تزوج بها، دازت الامور كذا، ولكن ملي جيت عندهم الدار شت نفس النظارات، شفت كل شيء، هو تيخدم عساس بالليل تيخليني معاه هي، انا تنبقى في الدار، هي تتغوت في التليفون ديالها على الدراري والضحك، الضحك شي ضحك ها هاد شي ضحك، اش نقول لكم هذاك الضحك ديال دوك كذا شي ضحك ما كاينش، شي ضحك كدا كدا كدا، تا دوك الدراري جو عندها جوج، ولدها شرا مع الصداع، شرا مع الصداع على قبل هاد الشي، شرا مع الصداع، انا قلت انا نهود حدا باب الدار ملي شت الصداع، نهود حدا باب الدار نجلس شوية، هبط حدا باب الدار لقيت الزبر قدام باب الدار، كون قلت لك شي لا تعرفوا الرباط داك الشي، طلعت جد الشطابة بديت تنشطب قدام الباب، راه الله شاهد عليا اقسم بالله الا كذبت عليها الله يعطيني مصيبة، فهضرتي كاملة تنشطب ويتم جاية، شافتني تنشطب ودارت لي حالة واحد الحالة، شنو أكبر منه وتدي لي هكا، علاش تشطب هنا؟ لا قلت لها سير ورا غادي نبرك قدام باب الدار خصني نشطب، قالت لي أنا كلاس وأنت تشطب، شنو هي كلاس؟ أنا كاع ما تنفهم هاد كلمة كلاس، حنا ما كلاس ما والو، حنا كبرنا عاديين شعبيين ولاد الشعب، أنا كلاس أنا كلاس، أش من لغة هادي؟ من تما عرفت أش كاين، عرفت راه غرضها بيا أنا. بلي ولا تضحك مع دوك الدراري ولا في التليفون ديك اللغه اللي تتقول زعما انت تفقص انت بلي كنتي حاكمني وكنتي كدا كدا كدا، ممنوع نطرم الشرجام، ممنوع هادي ممنوع هادي، انا دابا يلا دوي، انا ما ندويش راجلك منك راجلك، انا بقى فيا الحال، بلي جيت ندوي معايا قلت هادشي اللي تديري فيه حشومه وقعنا في المشاكل صافي علامه تسير صافي غادي يمشي في حالاتي بهذا المعنى بهذا المعنى، تم جا راجله دويت معاه قلت له ودي راه اش دير شوف كي دير مع سلوى راه شي اللي تدير فيه راه ماشي معقول، انت تمشي خدام بالليل وانت كدا كدا كدا، حضر راسه وما دواش ما تكلمش، المهم ساق شاري صداع مع ديك السيده، بغيت نمشي في حالاتي جرني ولدها الكبير قال لي لا خالي ما غتمشيش غتمشي عندي للدار انا هو ومرته وبنته، كانت عنده بنيه دابا راه عنده جوج بنيات غتمشي عندي، مشيت انا ووليداتي لعندو، الاخرى خدماتها في هذيك القهوه، ملي سقت انا الخبر غبرت ما بقيتش عرفتها فين زادت، الان هي الزوجه ديالي، وقالت لك والدين شحال خمسات الاولاد اللي بعنا، خمسات الاولاد اللي بعنا، وانا علاش خليت الثلاثه علاش ما بعتهمش؟ واخا دابا الوقت ديالك كانت كتنتقم منك، دات لك ولادك حاليا، دات لي حاليا، خربقات لهم راسهم، مرضاتهم، خربقات لهم راسهم، ما فهمت والو انا هادشي، ما فهمتش، حيت وقع مشكل بين الخوت وبيني انايا على قبل الورد تقريبا، نزاعات وقعات، وصلوا فيها البوليس، وصلوا فيها كلشي، وصلوا في اي حاجه. تصيفطوني انا خوتي دوزت 15 يوم تدزت عند الرئيس وخرجت على والو،
ما بغيش نبيع حقي، وليت ناكل في العصا، وليت ناكل في العصا. باش كطلب دابا؟ انا تنطلبي دابا هو ولادي، ولادي لو وقعت لهم شي حاجه راه ما غنرحمهاش. هما قالوا لي يا وليك ما بقاش شي شم. انا قبيله تنهضر في التليفون وتن تيخدموا التليفون صافو دير واش باش نضيع انا الروشارج ولا شنو هو. المهم تنسمع التخرخير بحال ولدي تيخرخر، وقلت لهم قلت لي شوف اولدي هذا دابا راه يجيو عندي الصحافه هضر معايا اسمعني اش نقول لك. انا راه تنتسين فيهم غادي يجيو دابا، هما قربوا وصلوا دوي مع بنت نقول لك شنو هو ولدي والو تنسمع غير بحال التخرخير واش بغى يخرجها مني ولا شنو هو ولا كذا. ولكن بليت بديت تنجبد سلوى وما قطعوا التليفون تما، فهمت بلي سلوى اللي كاينه تما ها هي فيها كورونا. الله انتقم، انا ما بغيتش ليها المرض، انا بغي الله يشافيها اقسم بالله. راه ما كاينش شي اخي بغي اختو المهلكه واخا تكون كيما كانت، راه كيما كانت ما كاينش شي اخي بغي اختو شي حاجه خايبه. ولكن هاد السيده هادشي اللي دارت لولادي راه ما كاينش، راه ما كاينش، راه ما تبغيش ليها العذاب، راه تبغي لها اكثر من هادشي. هادشي راه حشومه اللي دارت، هادشي راه حشومه.